بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي بثانوية شعاع المعرفة الأهلية بمكة المكرمة، مرحبا بكم مع مقطع جديد من دروس الكيمياء 3. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت ربي إن شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. تعرفنا في الحلقات الماضية على الحرارة والحرارة النوعية وكيفية تحديد الحرارة النوعية عمليا، ثم تطرقنا إلى تطبيقات على الحرارة النوعية. معنا اليوم جزء آخر من منهجنا وهو المحتوى الحراري، صفحة 66 يا شباب. وبعد أن تعرفنا على الكيمياء الحرارية وقلنا إن الكيمياء الحرارية أثناء الفصول الافتراضية فرع جديد من فروع علم الكيمياء يختص بدراسة التغيرات التي تطرأ على المادة أثناء التفاعل أو العملية الفيزيائية. فأثناء التفاعل أو العملية الفيزيائية يطرأ تغير على المادة. هذا التغير إما أن المادة تطلق طاقة حرارية، وإما أن المادة تمتص طاقة حرارية. فالكيمياء الحرارية وظيفتها أو وظيفة هذا العلم دراسة هذه التغيرات التي تطرأ على المادة. وقلنا أن علماء الكيمياء الحرارية وضعوا مصطلحات للتعامل مع الكيمياء الحرارية، فوضعوا ثلاث مصطلحات، تمام؟ كما تذكر، المصطلح الأول النظام، المصطلح الثاني المحيط، المصطلح الثالث الكون. فقال لي أن النظام هو كما موجود قدامك صفحة 66 جزء معين من الكون يحتوي على التفاعل الكيميائي أو على العملية اللي أنا هقوم بها. فمثلا لو أني نظرت يا شباب إلى أنبوبة الاختبار في المختبر، فقلنا أن أنبوبة الاختبار اللي موجودة معاك في المختبر تعد نظام، بنسميها نظام، تمام؟ فالنظام هو الجزء معين من الكون هختصه أنا كباحث أو كدارس للكيمياء الحرارية بالدراسة. كل ما يحيط بهذه الأنبوبة يسمى محيط، أما الأنبوبة هي النظام والمحيط اللي حواليها يسمى بالكون كله. يبقى أنا عندي كم مصطلح؟ 3: النظام، المحيط، الكون. سؤالي دلوقتي إيه النظام؟ نظام، تمام يا أستاذ، تمام. ماشي. أثناء التفاعل الكيميائي يحدث انتقال للطاقة من وإلى، يحدث انتقال للطاقة من وإلى. تعالوا نشوف كده انتقال الطاقة على حالتين. لو أني يا شباب معايا كده، نقرب من بعض كده ونشوف. اتفقنا أن أنا معايا نظام، النظام ده وليكن مثلا كاس شاي، اسمه نظام. ومعايا هنا هو يا أستاذ المحيط، المحيط يعني ما يحيط بالنظام. إذا انتقلت الحرارة من النظام إلى المحيط، ركز كده، انتقلت الحرارة من النظام إلى المحيط، أصبحت هذه العملية أو هذا التفاعل طارد. أهو النظام يطرد، طارد للطاقة، أو أقدر أقول طارد للحرارة. سهلة جدا. أما يا أستاذ لو أنا معايا المحيط بس معايا نظام برضو، النظام ده عبارة عن كاس، كاس بتاعي فيه إيه بقى؟ فيه ثلج. التلج ده علشان ينصهر، علشان يتحول إلى سائل، لازم يمتص طاقة، فهيمتص طاقة من المحيط إلى النظام. يبقى يا أستاذ عندي ده تفاعل طارد، ودي عملية أو تفاعل ماصة للطاقة. تفاعل طارد أو عملية ماصة لإيه يا شباب؟ للطاقة. ففي كتابك بيقول ما نوع انتقال الطاقة التي تحدث أثناء التفاعل الطارد للحرارة؟ ده السؤال. أثناء التفاعل الطارد للحرارة يحصل إيه يا أستاذ؟ هتقول لي تنتقل الحرارة، تنتقل الحرارة الناتجة عن التفاعل من وين لوين؟ من النظام إلى المحيط. اتفقنا؟ طيب العملية العكسية، ماذا يحدث في العملية أو التفاعل الماصل للحرارة؟ ينعكس انتقال الحرارة، إذ تنتقل الحرارة من المحيط إلى النظام. أشكركم. طيب هننتقل لجزء آخر وهو
المحتوى، المحتوى الحراري. شباب، من البديهي ومن المعروف لنا جميعا أن أي مادة حواليا بداخلها طاقة، طاقة حرارية نتيجة حركة الجزيئات. فمثلا هذا الجدار، الجدار اللي قدامي زي ما قلت أثناء الفصل الافتراضي، بداخله طاقة. يا فلان، أي حد مننا يقدر يحسب لي الطاقة الكلية اللي موجودة في هذه المادة؟ أحسب الطاقة الكلية؟ يعني احسب لي محتواها الحراري. عايز المحتوى الحراري بتاعها. محتوى الحراري يعني مقدار الطاقة الكلية اللي موجودة فيها عند ضغط ثابت. صعب يا استاذ، معرفش ليه. ده نفس الكلام اللي قاله علماء الكيمياء الحرارية، قالوا لي أن المحتوى الحراري اللي هو كمية الطاقة الكلية التي تحتوي عليها مادة ما، مالها؟ من المستحيل، ركز، عملية معرفة كمية الحرارة الموجودة فيها. علل ليه يا أستاذ ما تقدروش تقيسوا كمية الحرارة اللي موجودة في مادة ما؟ أقول له لأنها تعتمد، لأن كمية الحرارة دي على عدة عوامل كثيرة. تعتمد مثلا يا شباب على نوع الروابط الكيميائية المربوطة، تعتمد على عدد الذرات، تعتمد على نوع الذرات. فهل أنا أو أنت أو أي كيميائي كيمياء حرارية يقدر يقول لي نوع الروابط اللي موجودة بين ذرات الرمل اللي معاملة العمود ده أو الجدار ده؟ لا، صعبة. تمام، مش لازم العمود، كاسة الشاي كنظام. تمام، محتواها الحراري قد ايه؟ تقول لي يا استاذ سخن درجة حرارتها 80. انا ما بسألكش عن درجة حرارتها، انا بسألك عن محتواها الحراري، كمية الحرارة الكلية اللي فيها. اللي صعب ان انا اقيسها يا استاذ، اقول لك ده اللي كان مطلوب مننا ان احنا نوصله لك، ان المحتوى الحراري لاي مادة من المستحيل عمليا قياسه. وانت ككيميائي واي كيميائي كيمياء حرارية ما بيهتمش بالمحتوى الحراري، ما بيهتم بايه؟ شوف كده بيقول لك الكيميائيين وانت واحد منهم يهتمون بدراسة تغيرات الطاقة. يعني ايه اللي حصل؟ الطاقة كانت واصبحت، كانت واصبحت، ما يهمنيش هي كام، ولكن التغير اللي طرأ عليها. تمام، اكثر من اهتمامهم بكمية الطاقة اللي موجودة في المواد. فاذا رمزنا للمحتوى الحراري بالرمز H، فيكون عندي حاجة اسمها التغير في المحتوى الحراري، التغير في المحتوى الايه؟ الحراري. والتغير يعني الفرق، فهديله الرمز دلتا اتش، ويسمى بالانثالبي، الانثالبي. طيب يا استاذ، اولا عرف لي المحتوى الحراري، ما انا لسه قايل المحتوى الحراري اللي هو اتش مقدار الطاقه الحراريه المخزنه في مول واحد من الماده عند ضغط ثابت. مصطلح علمي، صح وخطا، اكمل، اختيار من متعدد، دي كلها صيغ اسئله. ما هو المحتوى الحراري؟ مقدار الطاقه الحراريه الكليه المخزنه في مول واحد من الماده عند ضغط ثابت. طب يا استاذ، ايه هو بقى التغير في المحتوى الحراري؟ ركز وانت اسمع المقطع وانت فاتح كتابك وقشر معايا. التغير في المحتوى الحراري كميه الحراره الممتصه او المنطلقه في التفاعل. وهذا التغير في المحتوى الحراري يسمى المحتوى الحراري التفاعل، أو يسمى حرارة التفاعل، ويرمز له بالدلتا اتش. شوف يا شباب، دلتا اتش، ايه يا استاذ اللي مكتوبة دي؟ مكتوب لو انا قرعت نظارتي كده ار اكس ام، ار اكس ام. تمام، اللي هي دلتا اتش تفاعل. دلتا اتش يا شباب ايه؟ تفاعل. بتساوي، ركز معايا في القانون اللي هستنتجه ده، بتساوي اتش ناقص اتش، يعني بتساوي اتش فاينل، اتش النهائية، ناقص اتش الابتدائية. وبما ان اي تفاعل كيميائي عندي له مواد متفاعلة ومواد ناتجة، فانا هقول له بتساوي اتش ايه يا شباب؟ نواتج، المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. ومن هذه العلاقة يبقى معانا درس مخصوص عشان نحسب المحتوى الحراري، بنحسب المستوى المحتوى الحراري للتفاعل بهذه العلاقة. ناخد العلاقة دي يا شباب ونروح في صفحة جديدة كده، ونقول ان احنا وصلنا الى ان الدلتا اتش، هنركز كده، تفاعل دلتا اتش للتفاعل يا شباب هي التغير في المحتوى الحراري، بتساوي اتش نواتج، يعني بتساوي المحتوى الحراري للنواتج ناقص اتش متفاعلات. طب يا استاذ، عندي عنوان صغير كده هنا في الكتاب بيقول لي اشاره المحتوى الحراري، اشاره. يبقى احنا رحنا للرياضيات،
قال لي اه الدلتا اتش دي هتطلع بايه؟ هتطلع بالموجب ولا هتطلع بالسالب؟ دي الاشاره اللي هو عايز. قال لي على حسب، على حسب ايه؟ مين الكبير فيكم؟ لو ان المتفاعلات اكبر من النواتج، ولو ان النواتج اكبر من المتفاعلات، تعال نعوضها بارقام ونشوف. لو ان النواتج، يعني هقول الدلتا اتش بتساوي النواتج بتاعتي قيمتها واحد ناقص المتفاعلات قيمتها خمسة. يا شباب واحد ناقص خمسة أربعة يا أستاذ. لا يا غير ركز، أنا عايزك تقول بإشارات. واحد ناقص خمسة بسالب أربعة. بسالب إيه يا شباب؟ أربعة. إيه ده؟ يعني يا أستاذ دلتا إتش ممكن تطلع بالسالب؟ آه، ودي بتكون في التفاعلات. متى تكون إشارة دلتا إتش بالسالب؟ متى تكون إشارة التغير في المحتوى الحراري بالسالب؟ في التفاعلات الطاردة للحرارة. طب يا أستاذ علل، علل. شوف هنا بيقول لي إيه؟ يقودنا ذلك إلى أن تغيرات المحتوى الحراري للتفاعلات الطاردة للحرارة دائما سالبة. علل ليه دلتا إتش في التفاعل الطارد للحرارة دايما سالبة؟ دايما سالبة ليه؟ تعالى أنت جاوب من هنا، مين أكبر من مين؟ هتقول لي لأن المحتوى الحراري للمتفاعلات، لأن المحتوى الحراري مين؟ أكبر من المحتوى الحراري للنواتج. إذا الإجابة خلصت، الإجابة خلصت خلاص. علم ليه دلتا إتش في التفاعل الطارد للحرارة دايما سالبة؟ تقول لي لأن المحتوى الحراري للمتفاعلات، هنا شايفه أهو، أكبر من المحتوى الحراري للنواتج. تعالى نقلب على القيمة الأخرى وهي في التفاعلات المصل الحرارة. تعالى كده نشوف، ادي دلتا اتش يا استاذ بتساوي برضو اتش نواتج ناقص اتش متفاعلات. في هذه الحاله هقول ان النواتج بخمسه لكن المتفاعلات بواحد. اه يا استاذ الدلتا اتش هنا طلعت بكام؟ باربعه بس بالموجب. ايه ده؟ يبقى ده اسمه تفاعل ماص للطاقه او للحراره. فعلشان كده هنا بيقول لي ايه يا استاذ؟ وجميع، ركز، التفاعلات والعمليات الماصه للحراره مالها؟ موجبه. ليه الدلتا اتش بتاع التفاعل الماص يا استاذ موجبه؟ هقول له انت اللي قول مش انا اللي هقول. لان المحتوى الحراري لمين؟ احنا قلنا في الطارده المحتوى الحراري للمتفاعلات اكبر من النواتج. ممكن تقول في الطارده لان النواتج اقل من المتفاعلات. هنا برضو هقول لأن المحتوى الحراري للنواتج أكبر من المتفاعلات، أو لأن المحتوى الحراري للمتفاعلات أقل من المحتوى الحراري للنواتج. بذلك أعزائي الطلاب نكون قد ألقينا الضوء على المحتوى الحراري والتغير في المحتوى الحراري، وعرفنا القانون اللي بيه نقدر نحسب الدلتا اتش، وعرفنا امتى التفاعل يبقى طارد للحراره وامتى التفاعل يبقى ماص للحراره. تاني يا استاذ، متى يكون التفاعل طارد للحراره؟ طارد عندما تنتقل الطاقه من النظام الى المحيط، ويكون الدلتا اتش او التغير في الدلتا اتش بقيمه سالبه. ليه بقيمه سالبه؟ لان المحتوى الحراري للمتفاعلات اكبر من المحتوى الحراري للنواتج. ومتى يكون مصدر الطاقه يا استاذ؟ عندما ينتقل الطاقه من المحيط الى النظام، وفي هذه الحاله يكون المحتوى الحراري للنواتج اكبر من المتفاعلات. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء مع درس جديد من دروس الكيمياء 3. خالص تحياتي لكم طلاب ثانوية شعاع المعرفة الأهلية بمكة المكرمة، ولسعادة قائد المدرسة الأستاذ محمد مبارك السبيتي، وسعادة المشرف التربوي الأستاذ محمد عبد الفتاح محمد، وجميع الإدارة العامة بمدارس شعاع المعرفة الأهلية بمكة المكرمة.